وإلى مهدي يسوع المسيح إلى مدينة الميلاد ببيت لحم، ننتقل وإياكم إلى قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي في المدينة، حيث استقبلت شبيبة مار فرانسيس لقاء روحيا مثمرا عده وقدمه الأب رامز طوال، فإلى هناك. أقامت شبيبة مار فرانسيس لقاءا روحانيا في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم، حملت عنوان الله يخاطبني بالمزامير، قدمها الأب رامز طوال المرشد الروحي للشبيبة الجليل، وبحضور الأخت أنا سلوى المرشدة الروحية للشبيبة، والشماس نور الفرنسيسكاني والراهبات والشبيبة من بيت لحم وبيت سحور. ابتدأ اللقاء بصلاة وبكلمة ترحيبية بالأب طوال من قبل الأخت أنا التي حثت على إقامة هذه اللقاءات الثمينة، وخصوصا بهذه الأوقات التي تمر فيها المنطقة. الله يخاطبني بالمزامير، هذا العنوان الذي اتخذ مكانة كبيرة في روح الشبيبة، والذي أكد عليه الأب رامز الذي قدم شرحا كاملا عن المزامير وكيفية العيش بكلام الإنجيل والسير على نهج القديسين. الشبيبة هي حاضر ومستقبل الكنيسة بأبرشيتنا العزيزة بكل مكان، بالأردن، بالأرض المقدسة، بكل مكان. رسالتي ودعوتي لكل شاب ولكل صبية إنكم تكونوا الملح بداخل الكنيسة، تكونوا الأشخاص المفعلين وعاملين الفعاليات والبرامج، تكونوا الأشخاص كيف ما دائما بحكي لنا سيدنا البطرك، تكونوا الأشخاص اللي بتضلكم تخبطوا على البواب حتى نفتح البواب ونكون إيد بإيد مع بعض حتى نقدر نعمل إشي جديد لمصلحة رعيتنا، لمصلحة أبرشيتنا، لمصلحة الكنيسة. الشباب والصبايا بهاي الأوقات، الأوقات الصعبة اللي منعيشها، الحرب والأزمات الاقتصادية وغيرها من التفككات الموجودة حوالينا، احنا بحاجة لمكان يحوينا يحتوينا، بحاجة لأشخاص يمشوا معنا المشوار، وبحاجة أكثر نعبر عن إيماننا المسيحي بطريقة فعالة وحقيقية. فبتمنى على كل شاب وصبية يكون عنده شوية جرأة ويرجع على الدير، ما يكونش برا الدير ويحكي على الدير، يكون من جوا الدير، يكون هو سبب التغيير. بتعرفوا ممكن بسهولة ننتقد، ولكن بصعوبة نقدر نتجرأ ونرجع على الدير، نرجع على الكنيسة ونحكي يلا إيد بإيد نشتغل مع بعض من أجل خير الكنيسة. فكم نحن بحاجة لسماع كلام الإنجيل المقدس والعيش به وفهم معاني المزامير. الكنيسة بالنسبة للشباب هي بيتهم الثاني. لازم بحب أوجه رسالتي لكل شاب وصبية الموجودين في أبرشيتنا، سواء كانوا بفلسطين وفي منطقة الجليل وكمان في الأردن وكل محل موجود في تابع لأبرشيتنا، اتذكروا إنها الكنيسة هي بيتكم الثاني، هي بتستقبلكم في كل مراحل حياتكم وبكل لحظة حياتكم. أنتم مش لحالكم في عالم اليوم، اليوم في لإلنا ملجأ وإلنا مسكن، إلنا حماية وإلنا مكان اللي نجتمع فيه لنتغذى فيه روحيا اجتماعيا ومسيحيا. كما تخلل اللقاء صلاة وتراتيل ونقاشات متبادلة وأنشطة بشكل مجموعات، وفي نهاية اللقاء قدم للأب رامز درع شكر على هذا اللقاء الروحاني المليء بالمعاني الروحية، كما تم أخذ صور تذكارية شاكرين الله على هذه اللقاءات التي تحمل في طياتها معان كبيرة في روح الشبيبة. للنرسات مارلين الحدوى من قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.